بنرجع لحضراتكم أستاذ أحمد. يعني زي ما تابعنا خلال هذا التقرير، شركة بترولوجيستكس اتكلمت عن أنه الولايات المتحدة بتستورد الغاز الروسي ولكن عن طريق الهند. كيف ترى إمكانية حدوث ده يا أستاذ أحمد أو دكتور أحمد؟ برحب بحضرتك وبشكر السادة المشاهدين. عايزين نوضح بس من البداية أن العقوبات اتفرضت على النفط واتأجلت على الجزء الخاص بالغاز علشان أوروبا محتاجة الغاز الروسي. الهند والصين واحد من أكبر مستوردين النفط من روسيا في الفترات الماضية بحكم القرب الجغرافي وبحكم أن الدولتين دول دولتين صناعيتين كبار وعندهم عدد السكان تقريبا في الدولتين يتجاوز 3 مليار نسمة، يعني كان نص العالم تقريبا عايش في المنطقتين دول. لما نبص كده على الطلب والعرض في العالم على النفط، إن أنا عندي الطلب ثابت ما بيقلش، والعرض الجزء الخاص ببراميل البترول او الطاقه اللي بيتم انتاجها من روسيا المفروض ان هي تم فرض حظر عليها. لكن الهند وهي بتبدي موقفها السياسي تجاه الحرب الروسيه على اوكرانيا خدت موقف وسيط، يعني هي ما خدتش طرف من الاطراف، يعني ما شاركتش في العقوبات اللي فرضتها الولايات المتحده الامريكيه والتحالف الغربي على النفط الروسي، وفي نفس الوقت دعمت مطالب أوكرانيا بالحرية والكلام ده، وما وقفتش ضد روسيا بحكم العلاقات القوية جدا ما بين الهند وروسيا، لأن الهند بتعتمد في مصدر تمويل أو مصدر حصول على الأسلحة بالكامل من روسيا، فبالنسبة لها روسيا حليف استراتيجي مهم جدا. على الناحية التانية الولايات المتحدة الأمريكية شايفة الهند برضو حليف استراتيجي مهم، خصوصا أن هي عندها خناقة مع الصين. الولايات المتحدة الأمريكية عندها مشاكل مع الصين في حرب تجارية كبيرة جدا، في ان هي شايفة الصين التهديد الثاني بالنسبة للولايات المتحدة الامريكية، وان اقتصادها بينمو اسرع من اللازم، وان الوحيد اللي قادر ان هو يوقف الصين عن النمو ده هو الهند. طيب الهند استفادت من الحظر الروسي، الحظر الاوروبي والامريكي على المنتجات البترولية الروسية، في ان هي زودت من استيرادها من النفط الروسي علشان تكرره في معامل التكرير بتاعتها وتعيد تصديره مرة أخرى إلى دول العالم. الهند كانت بتستورد من دول كتير جدا في العالم نفط خام، منها طبعا الولايات المتحدة الأمريكية، ومنها السعودية، ومنها الكويت في الوطن العربي بالكامل، وبتعيد تكريره وبتصدره إلى دول معظمها بيقع في شرق آسيا زي كوريا الجنوبية، زي سنغافورة، زي أستراليا، وطبعا جزء منه بيروح إلى أوروبا وجزء بيروح للولايات المتحدة الأمريكية. لما حصل الفرض في العقوبات الأوروبية على النفط الروسي، فطبعا روسيا أصبح عندها نفط كتير جدا، فأصبحت إن هي بتبيعه بخصم عن السعر العالمي. يعني لما كنا بنشوف إن سعر برميل البترول عالميا بيتباع ب 130 دولار، كانت روسيا بتبيع البترول بتاعها بخصم 30%، نتكلم في حوالي إن البرميل ب 100 دولار تقريبا أو أكتر أو أقل كمان، أقل من 100 دولار. طبعا ده سعر مغري جدا بالنسبة لأي دولة في العالم، خصوصا لو كانت قريبة من روسيا وتقدر تحصل على البترول بتاعها بسعر أقل من السعر العالمي، خصوصا أن هي هتعيد تكريره وترجع تبيعه بالسعر العالمي. وجدت الهند فرصة كبيرة جدا في اختلاف الأسعار ما بين الخصم اللي روسيا قدمته ليها وما بين السعر العالمي، وفي ظل احتياج أوروبي شديد طبعا للطاقة دي، فحولت مصادر الاستيراد، مزيج الاستيراد بتاعها، بدل ما كانت بتستورد من الولايات المتحدة الأمريكية وبتستورد من، بالمناسبه هي بتصدر برضو الأمريكا، بس بتستورد خام تكرره وتصدره تاني، بتستورد من الولايات المتحده الامريكيه، بتستورد من الكويت ومن السعوديه ومن دول، نقلت كل الطلب بتاعها على استيراد البترول الخام لروسيا زي ما التقرير اشار ب 500,000 الفرق الزياده في الاستيراد 500,000 برميل يوميا. وطبعا ورا روسيا على طول تيجي الامارات وقطر، واحدة من ضمن الدول اللي تحولت الهند للاستيراد منها. طبعا الإمارات وقطر برضو بحكم الموقع الجغرافي. طيب لكن السؤال هنا، هل يعني الولايات المتحدة هتخرق بنفسها العقوبات التي فرضتها على روسيا واللي طبعا أضرت بكل الأطراف يعني زي ما هو معروف؟ الولايات المتحدة الأمريكية ما أعلنتش إن هي استوردت نفط روسي من الهند برغبتها. هو النفط لما بيدخل خام، النفط وهو خام انا ممكن افرقه، ممكن اقول ده برنت وده خام عربي ثقيل وده غرب تكساس وده روسي، لكن بعد ما بتحصل عمليات التكرير بتصبح من الصعوبه جدا ان انا اقدر افرق ما بين نوع النفط اللي موجود على ظهر السفينه ده. فالولايات المتحده الامريكيه بتقول ان الهند شحنت البترول المكرر
اللي هي مستورداه من روسيا من على سفنها في الهند، وراح اعالي البحار، ثم السفينه غيرت وجهتها واتجهت الى الولايات المتحده الامريكيه. طبعا دي الروايه اللي بتقولها الولايات المتحده الامريكيه، واللي احنا لا نعلم مدى صحتها. الهند بتقول انا ما ده ما حصلش، انا بستورد من روسيا من زمان وزودت الاستيراد بحكم الموقع الجغرافي وبحكم ان انا بحصل على خصم. في النهايه هم بيتم النظر للهند ان هي دوله لا تدعم الديمقراطيه علشان هي بتستورد من روسيا الغاز الرخيص، لكن الناحيه الثانيه الناس دي عاوزه البترول ده وعايزاه باي سعر، لان هي مش هتستورده من روسيا، فاصبحت الهند بتكرره وبتصدره. وبالفعل الولايات المتحده الامريكيه استوردت جزء من النفط الروسي المكرر في الهند، لكن هي مش مثبته بحسابات النفط ده خرج من روسيا واتكرر في الهند وراح الولايات المتحده الامريكيه، لا هي متقاسه بالفرق بين الكميه اللي كانت الهند بتستوردها من الولايات المتحده الامريكيه وكانت بتعيد تكررها ثم تصدرها، وما بين التحول في الطلب الهندي عن دول زي الولايات المتحده الامريكيه والسعوديه والخليج العربي بشكل عام، لان هي بدلت روسيا بـ 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 باحتياجاتها من البترول ثم كررته وبعدين رجعت تبيعه الى كل الدول تاني، فاصبح ان المصدر بتاع البترول الخام اتغير والعرض زي ما هو ثابت، فده معناه ان توجد احتماليه كبيره جدا ان الولايات المتحده الامريكيه، كوريا الجنوبيه، سنغافوره، استراليا، اوروبا حصلت على نفط مكرر من الهند مصدره هو روسيا. طيب قد ايه؟ غير معلوم. طيب في وقت سابق في شهر أغسطس الولايات المتحدة كانت فعلا حذرت الهند من عواقب يعني بيعها للنفط الروسي لموردين في نيويورك. في الحالة دي إذا ثبتت فعلا أو ثبت أن الهند فعلا باعت هذا النفط الروسي للولايات المتحدة، في رأيك يعني إيه العواقب؟ إيه اللي ممكن يحصل خصوصا مع هذا التحذير الأمريكي؟ هي الولايات المتحدة الأمريكية هتنكر طبعا، هي كانت تعرف. الموقف هنا مشتبك للغاية. الولايات المتحدة الأمريكية تنظر للهند إن هي شريك استراتيجي في المنطقة اللي هي جنب الصين، والصين هي العدو الأول للولايات صحيح. المتحدة الأمريكية، فهي ما عندهاش استعداد في الوقت الحالي تكون بتعادي الصين والهند. وروسيا والهند كمان يعني هيبقوا ثلاثة مع بعض. الثلاث دول دول مع بعض لو تحالفوا هيشكلوا كتلة كبيرة جدا اقتصادية وفي حجم السكان وحجم الموارد الخام وكل ده. فالولايات المتحدة الأمريكية وهي والهند عارفة ده، وهي بتتعامل مع الهند فهي بتتعامل معاها يعني بحساسية شديدة جدا، لأن هي بتحاول تقنع الهند إن هي تستغني عن الدعم الروسي الجزء الخاص بالسلاح بالذات اللي بيجي لها من روسيا وتستعوضه بالدعم الأمريكي. الناحية الثانية الولايات المتحدة الأمريكية بتحاول تساعد الهند علشان تكبر، علشان تكون تناطح الصين وتنافس الصين فتعمل أزمة في المنطقة دي، فتحاول تعطل الصين شوية عن قدرتها الكبيره في النمو وان هي بتسيطر على كل الاسواق اللي حواليها وان هي قوه مؤثره. فانا اعتقد ان حتى لو الولايات المتحده الامريكيه قررت ان هي تاخد مواقف قويه تجاه الهند هتكون مواقف مرنه للغايه ومرنه جدا كمان علشان ما تخسرش الهند كحليف استراتيجي في منطقه فيها الصين وفيها روسيا، خصوصا ان هي في الفترات الاخيره بتحاول تقرب لها بشكل كبير جدا علشان تحاول ان هي تقوم اقتصادها عشان يكون قوه قادره على منافسه الصين في المنطقه اللي هي فيها دي. طب بالمناسبه صحيح يعني بتشوف ازاي الاتفاق الروسي الصيني على تبادل الغاز بالعملات المحليه ليهم يعني الروبل واليوان؟ الأول إحنا محتاجين نعرف إن في عالميا من زمان من السبعينات أو من بعد بريتون وودز أجريمنت اللي هي الاتفاقية اللي كانت رابطة الذهب بالدولار، أصبح في مفهوم كده بيسمى البترو دولار سيستم اللي هو البترول المرتبط بالدولار. الولايات المتحدة الأمريكية باتفاق عالمي أجمعوا إن جميع سلع الطاقة في العالم بيتم التعامل بيها بسعر الدولار الأمريكي، وده هو الأساس اللي الولايات المتحدة بتشوف بيه قوة الطلب على الدولار بتفضل مستمر، لأن العالم كله فيه احتياج للطاقة والطاقة دي بتتباع بالدولار، فإذا دائما هيكون فيه طلب على الدولار الأمريكي كعملة علشان أتداول الطاقة دي. اتفاقيات من النوع ده ما بين دول كبيرة، طبعا هي روسيا اقتصاديا 1.2 تريليون دولار، هي مش كبيرة كاقتصاديا لكن في حجم الطاقة بتاعتها والمعاملات ما بينها وما بين الصين، لما تبتدي مبادرات من الشكل ده او تبتدي توجهات من الشكل ده تخرج ما بين مجموعه من الدول، يعني لو شفت الهند كمان انضمت للصين وروسيا وجت
اندونيسيا انضمت ليهم وهكذا، هتكون ضربة كبيرة جدا لقوة الدولار الأمريكي، وبتهدد استمرار الدولار الأمريكي كعملة، كأقوى عملة في العالم، وكالعملة اللي بيتم تبادل بيها كل أنواع الطاقة عالمية. الاتفاق ده طبعا ضربة صينية روسية، طبعا هما الاثنين دول أعداء، ضربة صينية روسية قوية جدا للدولار الأمريكي والقوة الاقتصاد الأمريكي اللي بيعتمد بشكل كبير جدا على الطلب المستمد من تداول الطاقة عالمية. فهل ده بي 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 بيفتح الباب لدخول دول أخرى؟ غالبا غالبا هتبتدي تدخل دول أخرى في التبادل مع الصين وروسيا، وربما في المستقبل نشوف عملة موحدة أو عملة لتداول الطاقة بالذات ما بين مجموعة من الدول تكون كبيرة جدا بالقدر اللي تأثر على قوة الدولار الأمريكي. فطبعا الولايات المتحدة الأمريكية أكيد شايفة اللي حصل ما بين روسيا والصين إنه هو شكل سلبي جدا، هيأثر على اقتصادها بشكل كبير ويأثر على قوة عملتها ويأثر على الهيمنة الأمريكية على سوق الطاقة العالمية.